للإضاءة أكثر ينضم إلينا عبر السكايب النائب العون. مساء الخير سعادتك. مساء النور. سعادتك، أنت مع وجهة النظر القائلة أنه وزير الخارجية الفرنسي يأتي برسالة عالية النبرة أنه وين صارت الإصلاحات، وهو ممتعض أو فرنسا ممتعضة من الحكومة لأنها لم تجري الإصلاحات بوتيرة سريعة، أو لا مع وجهة النظر القائلة أنه مجرد الزيارة هذا أمر إيجابي ودليل على أنه فرنسا مهتمة بلبنان وهو حث إيجابي للبنان حتى يقوم بالإصلاحات؟ هلا ما في شك انه لبنان بصحه عمليا، فرنسا بعدها مهتمه بلبنان، انما ايضا مبتعده، ودريان تحديدا وزير دريان هو اللي عبر عن هالشيء من فتره مش قصيره، لانه عم يعتبر انه حتى فرنسا اللي عندها كل الاستعداد الايجابي لتساعد لبنان، حتى فرنسا اللي متجاوزه كثير من الامور السياسيه يمكن اللي موجوده عند امريكا او غيرها في التعاطي مع لبنان، حتى هي ما نلاقي حالة قادرة تساعد لبنان طالما بعد عم تشوف ذات النمط من ممارسة السلطة أو ذات النمط من عدم الإرادة في إصلاح كثير من الأمور. ما نفهم شغلة لبنان بعد ما فهموها، بس يعني لازم يفهموها الكل، إنه تعاطي المجتمع الدولي تغير. يعني كان في درجة تساهل مع لبنان كثير كبيرة، ما عادت هلأ متوفرة، بقت موجودة عمليا. هيدا التساهل يلي كان انه لبنان بنضل يلا ايدنا ونعطيه ونطول بالنا عليه، هيدا اليوم فقدناه. من هيك عم تشوف انه عمليا حتى بلدان مثل فرنسا وعندها استعداد تساعد، كله صار رابط اليوم اي خطوه بيعملها تجاه لبنان رابطه ب ارتباط دخول لبنان في برنامج صندوق النقد الدولي. ومفهوم برنامج صندوق النقد الدولي مش قصه بس مصاري، قصه انه لبنان بدا يكون بالاصلاحات المطلوبه له، الاصلاحات الماليه، الاصلاحات البنيويه، الاصلاحات الاجتماعيه، الاصلاحات الدوله وتركيبتها ومؤسساتها وحجمها والى اخره، كل هيدي الامور اللي ما بقى حدا مستعد بقى انه يساعد لبنان، وهو بعده مثل جيبته مفقوطه، يعني بكبوا في المصاري والمصاري بتنزل من الجيب. هيدا يلي لازم يستنجوا اللبنانيين، انه اليوم وقت اللي استنفذوا كل شيء وصرفوا كل المصريات وصرفوا الاحتياطي بمعزل عن كيف هدروا فساد وغيره، ما بدي افوت كل هذه القصه، بس نتيجه ذاتها نحن وصلنا لهون اليوم، ونحن صرنا مخنوقين وبدنا حاجه للمساعده برا. اليوم حتى اعز الاصدقاء لبنان واللي هن فرنسا في تتصدرهم بسبب العلاقه العاطفيه، صحيح، حتى هي عم تجي تقول لنا، ورح ترجع تكرر هيدي الرساله، انه عمليا هيدا الاداء رح هلا غير مرضي وغير كافي، ما رح نقدر هلا اوكي رح تساعد المدارس وكثر خيرها وعلى القليله انقذت هذا القطاع، يعني على الاقل هيدي السنه من كارثه كان واصل له، انما نحن هودي يعني مو مثل معالجات موضوعيه، انما المشكله العامه بعدها موجوده ولن تحل هذه الزياره. وما بكفي يعني حضور الوزير الفرنسي اكيد ايجابي، اهتمام فرنسا ايجابي، انما اليوم اهتمامها جاي باطار يا جماعه مزيد من التوعيه بظل المسؤوليه الاكبر على الجهه. سعادتك سؤال اخير، مع طرح فكره الحياد او طرح الحياد، هل ممكن ان يكون وزير الخارجيه الفرنسيه اتي برساله محدده بهذه النقطه بالذات؟ هلا بدنا نسمع يعني موقفه عندما ينطق البطريرك. هذه الفكره اللي اليوم عبر عنها البصريات بالطريقه اللي عم بعبر فيها، هي ستلتقي، هل ستلاقي اذا بدك احتضان دولي ايضا؟ اليوم اول اشاره رح تكون انطلاقا من موقف وزير الخارجيه الفرنسي، بانتظار يمكن مواقف اخرى تصدر او قد لا تصدر، وتبقى الفكره مجرد فكره محليه ولا يتم التفاعل معها دوليا. ما في شك انه هيدي كمان رح تكون محط تركب، كيف سيطر المجتمع الدولي مع هيدي الفكره؟ هالفكره فعلا هي يعني ستؤخذ يعني ضمن اطار ديناميه خارجيه ايضا، او تبقى فقط ديناميه داخليه. شكرا لك عضو تكتل لبنان القوي النائب العون على هذه المداخله عبر السكايب، شكرا.